مساكم الله بالخير جميعا. مثل ما وعدتكم قلت لكم الفيديو القادم راح يكون فيديو اسألني وانا عند وعدي ان شاء الله. اليوم راح ناخذ مجموعة من اسئلتكم وراح نجاوب عليها. لن كثر حكي ولا نطولها، خلينا نروح ونشوف شنو كانت اسئلتكم. وبسم الله نبتدي مع اول سؤال. السؤال الاول يقول شنو اكثر دولة اسيوية تنصح لها بالزيارة بالنسبة حق الشباب؟ شوف بما انك حددت الدول الاسيوية، لما انا زرت وايد دول اسيوية وعن تجربة أشوف تايلاند من أفضل الدول الآسيوية. ليش؟ لأن كل شيء تحصل فيها، تبي سياحة تحصل، تبي طبيعة تحصل، تبي بحر تحصل، كل الأشياء اللي تبيها راح تحصل فيها. بس شوف أنا قلت تايلاند حق اللي يحب يروح سياحة ويحب يروح يعني يغير جو وهالأشياء، مو حق الناس اللي للأسف قاعد يستغلون تايلاند استغلال جدا سيء. يروح تايلاند عشان أشياء والعياذ بالله ربنا سبحانه ما يرضى فيها. فإذا أنت رايح حق سياحة وهذا 100% أنصحك بتايلند. لكن أي شخص يبي يروح حق الأماكن اللي ربنا سبحانه ما يرضى فيها سواء تايلند ولا غير تايلند، صدقني نهايتها راح تكون سيئة. يعني قاعد نشوف الفيديوهات اللي قاعد تندز وغيره، هوشة ما أدري منو أو واحد ذبح واحد، وكلها وين قاعد تصير؟ لو تلاحظون كلها وين؟ كلها بالأماكن اللي ربنا سبحانه ما يرضى فيها. لكن اغلب الاشخاص اللي يروحون حق الاماكن السياحيه وهذا قاعد يستمتعون ويردون بالعكس مستانسين. فانصح بتايلند وبقوه حق الاشخاص اللي رايحين حق السياحه ويغيرون جو، وروحوا واستانسوا وادعوا لي. ومع السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده يقول من وجهه نظرك منو اجمل بنات في الخليج وليش؟ وانت تبي تتزوج عن حب او لا؟ بالنسبه حق الشق الاول من سؤالك منو اجمل بنات في الخليج، انا بالنسبه لي اشوف الجمال ما له جنسيه. يعني ما يصير اقول الكويتيه هي الاحلى ولا السعوديه هي الاحلى ولا غيره، ما يصير، لان في كويتيات حلوين وفي كويتيات اقل جمال. نفس السالفه السعوديه، في حلوين وفي اقل جمال. فالجمال ما له جنسيه. ممكن تشوفين دوله اغلب الناس يقولون هالدوله ما فيها يعني بنات جميله واغلب الشعب مو حلوين وكذي، لكن تلاقين واحده ثنتين 10 20 ما شاء الله جميلين. فالجمال ما له جنسيه ابدا. وثاني شيء للأسف أغلب الناس يركزون على الجمال الخارجي. لا هذا غلط، مو بس تركز على الجمال الخارجي، لازم تركز على شيء ثاني هو الجمال الداخلي. يعني أنت ممكن أعرف ناس يمكن جمالهم الخارجي جدا عادي، لكن لما تكلمه وتسولف معه وهذا يا أخي قلبه طيب وقلبه أبيض. يعني صدق تحس الجمال الداخلي راح يطغى على الجمال الخارجي، تحبه أكثر من الشخص الثاني اللي ما شاء الله جميل خارجيا لكن لما تكلمه تلاقي داخليا قلبه أسود. فبالنسبة لي مثل ما قلت لكم عن الجمال ما له جنسية، وإن شاء الله الكل جميل وربنا سبحانه خلق الكل بأحسن تقويم. ومع السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده يقول ليش بتسافر مصر هالمدة الطويلة؟ بالنسبة حق سفرة مصر، السفرة ما راح تكون مدتها طويلة، تقريبا 12 يوم لو نبي نحسب يوم روحة ويوم رجعة، يعني السفرة 10 أيام. بالنسبة ليش راح أسافر مصر، أنا ذكرتها بإحدى الفيديوهات إن إن شاء الله راح أسافر مصر عشان أصور حلقات جديدة من برنامج مع الناس. يمكن البعض يقول ليش زين اخترت مصر، ليش ما اخترت دولة ثانية؟ بصراحة أنا وايد يعجبني الشعب المصري، شعب عسل باختصار، شعب عفوي يحب الضحكة يحب الوناسة. فعشان كذي شفت ان الشعب المصري يناسب البرنامج وايد، فقلت ليش ما اروح واخذ كم حلقه واصور كم حلقه في هذه الدوله. ومع السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده يقول سؤالي منو افضل لاعب في اسيا وفي الدوري السعودي؟ اسف اني سالت سؤالين، لا فعليك خذ راحتك. بالنسبه حق اول شق من سؤالك واللي هو منو افضل لاعب في اسيا، من وجهه نظري افضل لاعب باسيا هو عموري. للامانه قاعد يقدم مستويات يعني جدا مميزه، وانا اشوفه حرام اصلا يلعب بالدوريات الخليجيه. المفروض هذا مستواه بالدوريات الاوروبيه، يعني المفروض ان شاء الله عن قريب نشوفه يلعب مع واحده من الانديه الاوروبيه، لان للامانه قاعد نشوف وايد لاعبين بالدوريات الاوروبيه مستواهم جدا ضعيف. لما نشوف عندنا كم لاعب، يعني قبل فتره على سبيل المثال بدر المطوع كان يقدم مستويات وايد قويه قبل فتره، كان انا واحد من الناس كنت اشوفه المفروض انه ما يلعب بالدوريات الخليجيه. الحين عندكم عموري ما شاء الله مستواه وايد مميز. فعندنا لاعبين ترى ممكن اذا راحوا الدوريات الاوروبيه والله ممكن ينافسون. فبالنسبه لي اشوف عموري هو افضل لاعب في اسيا. بالنسبه حق الشغل الثاني من سؤالك واللي هو منو افضل لاعب في الدوري السعودي، انت تبي تحرجني، اخاف اقول الاجابه يزعلون مني الناس.
بس ما بيردك. بالنسبة لي أشوف أفضل لاعب في الدوري السعودي هو عمر سومة، مو أنا اللي أقول، أرقامه يعني أرقامه بروحها تتكلم عنه. شوف كم هدف يخلص، يعني في مباريات ممكن بلمسة واحدة يخلص لك مباراة. فيعني أنا أشوف أن عمر السومة اللي قاعد يسويه بالدوري السعودي شيء وايد قوي، ويستاهل أني أختاره كأفضل لاعب بالدوري السعودي. ومع السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده يقول: من تجربتك في السفر وزيارتك لعدة دول، بوجهة نظرك شنو أفضل دولة مناسبة لقضاء شهر العسل، وأفضل دولة مناسبة للعائلة المكونة من أفراد في مختلف الأعمار؟ بالنسبة حق الشغل الأول من السؤال، واللي هو شنو أفضل دولة مناسبة حق قضاء شهر العسل، أول شيء الزوجين رايحين شنو يبون؟ يبون راحة واستجمام وإنه يبتعدون عن ضغوطات الحياة، فشيء طبيعي راح أنصحهم المالديف. روح المالديف راح تبتعد عن جميع ضغوطات الحياة. ثاني شيء كوخك يمك، الكوخ هذا يطلع على شنو؟ يطلع على البحر، والبحر صافي والأجواء وايد روعة، فراح تكون جدا مبتعد عن ضغوطات الحياة. إذا كان يروح حق السياحة وهذا، بالأمانة في وايد دول ممكن الواحد يغضي فيها شهر العسل، يعني دول أوروبية، دول غيرها تقدر أيضا، يعني على سبيل المثال في كم دولة أوروبية تقدر أنك تغضي فيها، بس حاول تبتعد عن مثلا فرنسا، ولا خاصة فرنسا إذا قربت في واحد من الشوارع، إذا قربت يمه وشافت قالت لك إيش رأيك هذا زين ولا مو زين، راح تدفع لك 4,000-5,000 دينار بس ماركات، فابتعد عنه. بالنسبة حق الشق الثاني من السؤال، واللي هو أفضل دولة مناسبة حق العائلة، في أيضا وايد دول تناسب العائلة، من بينها شنو؟ من بينها تركيا. يعني أنا كنت خايف أني أقول تركيا راح يقولون هذا منحاز حق تركيا، أنا صح أني أحب تركيا، بس للأمانة هي الدولة تناسب جميع الأعمار. لما أنت تشوف دولة فيها تبي سياحة راح تلاقي فيها سياحة، تبي تاريخ أماكن تاريخية راح تلاقي فيها، تبي طبيعة في أكثر من مكان، طرابزون أو زنقول أيدر أبانت غيره، فكل شيء فيها. يعني أنا أشوفها الأمانة دولة وايد تناسب السياح. خلكم من تعامل الشعب، صح ممكن البعض راح يقول شعب اسطنبول شوي عصبي، صح، لكن أنت ابتعد عن الاحتكاك بهالناس، حاول أنك لا تخلي أي شيء يخرب سفرتك. وأنا بالنسبة لي تركيا تعتبر من أفضل الدول اللي أرتاح فيها، يعني أنا رحت دول أوروبية ورحت، لكن تركيا أنا أشوف أنها تناسب جميع فئات المجتمع وجميع الأعمار. ومع السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده يقول: من أفضل فريق سعودي من وجهة نظرك؟ السؤال وايد صعب. بالنسبة حق أفضل فريق سعودي، للأمانة في أكثر من فريق مميز بالدوري السعودي. يعني لما نتكلم عن الهلال تاريخه يشفع له، ما شاء الله فريق مميز وعنده لاعبين على مستوى جدا عالي. نبي نتكلم عن الاتحاد اللي يعجبني فيه تلاقيه منافس على أكثر من بطولة، هذا يبين لك أنه فريق جدا قوي. تبي تتكلم عن الأهلي، قاعد يقدم مستويات يعني ما يحتاج أني أتكلم عنها بالفترة الأخيرة، وقاعد يرجع الأهلي حق مستوى طبيعي. عندك أيضا النصر قبل كم سنة قدم أداء ممتاز، يمكن البعض راح يقول لي الحين نزل مستوى، لكن أنا للأمانة أتمنى النصر يرجع حق مستوى، لأنه راح يشكل إضافة وايد مميزة بالدوري السعودي. فبالنسبة لي أشوف أكثر من فريق الدوري السعودي، ما تقدر تقول فريق معين هو الأفضل، للأمانة أكثر من فريق، يعني لو يبارون أي نادي من الأندية الخليجية ممكن يتغلبون عليه.